هجمت طائرات هليكوبتر باكستانية قواعد حركة طالبان قرب الحدود الأفغانية اليوم، فيما حث الجيش الباكستاني قوات حلف شمال الأطلسي على إغلاق الحدود لوقف حركة المتشددين عبر الحدود. وأعلن الجنرال أتهري عباس المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أعلن أن قوات الجيش التي تقاتل حركة طالبان في معقلها جنوب وزيرستان استولت على بلدة في الطريق إلى قاعدة رئيسية للمتشددين. ويقول الجيش إن نحو 80 متمردا و9 جنود قتلوا مع بدء الهجوم أو منذ بدء الهجوم يوم السبت الماضي، حيث يمثل القتال اختبارا جديدا لتصميم الحكومة على مواجهة التمرد المتصاعد الذي شهد سلسلة هجمات في أجزاء مختلفة من البلاد، منها هجوم على مقر للجيش.